يعني الموقف العربي يعني صادم حقيقه، صادم، وللاسف دعني اقول انه ليس فقط الرسمي وانما حتى الشعبي للامانه، حتى الشعبي في كثير من وجوهه لا يمكن تبريره باي شكل من الاشكال. يعني لا نجد حتى في الدول التي فيها هوامش للحركه والتحرك شعوب عربيه تخرج للتظاهر على الاقل. لانه جزء من نصره هذه القضيه هو ان يعلم بها العالم جميعا في الغرب هنالك مظاهرات عارمة هنالك تحرك للضمير الإنساني من أجل الاحتجاج على المجازر والمذابح بل هناك تحول حتى في الموقف الرسمي الغربي هنالك انزياح هنالك بدايات ومؤشرات تباين مع هذه العدوانية الإسرائيلية وهذه الهمجية الإسرائيلية ودليله حتى التصريحات الأمريكية اليوم هنالك زخم تكتسبه القضية الفلسطينية زياد تقريبا القضية الفلسطينية في مستواها السياسي لم تكتسب مثلا فكرة قيام الدولة وحق قيام الدولة الفلسطينية زخما مثلما اكتسبته اليوم والحقيقة انها لم تكتسبه لا بالهرولة باتجاه اسرائيل تطبيعا مثلما تزعم بعض الدول انها اذ تطبع مع اسرائيل تمكن لفرص قيام دولة فلسطينية مثل ما فعلت الإمارات والبحرين والأردن ومصر والسودان ويعني دول أخرى تريد أيضا أن تتبع وتعتقد واهمة أو هي توهمنا بأن هذا هو طريق قيام الدولة الفلسطينية وإنما هذا الزخم اكتسب في الحقيقة من المقاومة ومن صمود المقاوم ومن صمود الشعب الفلسطيني ومن صمود الشعب في غزة ومن صمود الشعب في الضفة الغربية الذي يتعرض للتنكيل اليومي كل يوم هنالك مداهمات في كل حي وفي كل منطقة وفي كل مدينة من مندن الضفة الغربية ولكن الشعب الفلسطيني صامت و فرض في الحقيقة على المجتمع الدولي وفرض على القوى الدولية بما في ذلك التي تدعم اسرائيل بأن تعود وتتحدث على حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وتتحدث على ضرورة لجم جموع هؤلاء المجرمين المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين بالليل والنهار في الضفه الغربيه فضلا عن المذابح التي ترتكب في غزه وبالتالي في الحقيقه هنالك اليوم يعني في نهايه المطاف صحيح ان هنالك مجازر هنالك مذابح ولكن هنالك زخم فما بالك زياد هذا الزخم لو اسنده موقف عربي متقدم لا نقول شجاع وبطولي مثل ما قال الاستاذ عمر نحن لا يعني لا نطمع لا في يعني حشد الجيوش العربيه من اجل القتال ضد اسرائيل ولا نطمع في حتى في اقل من ذلك كل ما في الامر ان تمارس المنظومه العربيه ضغط معقول على القوى الغربية وعلى المصالح الغربية من أجل أن تدرك أن هؤلاء الفلسطينيين ليسوا يعني قطعة منبوذة متروكة لحالها وإنما هم جزء من جسم عربي هم جزء من منطقة عربية هم جزء من تاريخ وحقوق وماضي لهذه الشعوب العربية ولا يمكن التفريط فيه وال وهذا الكيان الذي يعتقد نفسه أنه قام منذ سبعين عام أو يزيد أنه يمكن أن يلغي الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني فهو وهم اليوم بعد ستة وسبعين عام أو سبعة وسبعين عام من قيام دولة الاحتلال القضية الفلسطينية مركز اهتمام العالم بأسره إلى أي مدى هذه التصريحات الأمريكية من الرئيس الأمريكي فيها احراج للنظام المصري وبالتالي يمكن ان تدفع النظام المصري الى ان يقوم بهذه الخطوات التي تحدث عنها دكتور عمر وايضا يقف عائقا امام اجتياح مدينه رفح. والله نتمنى ذلك ولكن ده. انا استبعد يعني الحقيقه انه النظام المصري بقياده عبد الفتاح السيسي ممكن ان يفعل ذلك. بالعكس تماما يعني هؤلاء ومنهم خاصه النظام المصري متعود على التوبيخ وانت تذكر زياد ماذا يصف دونالد ترامب عندما لا. كان رئيس الجمهوريه عندما كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه بماذا يصف السيسي بانه ديكتاتوري صغير لا. يعني الحقيقه ان هذا الموقف المصري زياد هو عنوان لموقف عربي كرسته في لحظة ما, ما يسمى بالثورة المضادة التي فككت قوى القوى الحية في المنطقة العربية قوى التغيير والقوى الممانعة وقوى الصمود والحركات التغييرية تم تفكيكها وضربها كأنها يعني كانه جرى عمليه تفكيك لمقومات الصمود فتحولت المنطقه الى منطقه رخوه يعني جامعه العرب الجامعه العربيه تفسخت واختفت المواقف العربيه يعني في اضعف وضعها وهذا ما يفسر ربما ضعف حتى الحراك الشعبي العربي نعم وبالطبع زياده استهداف قوى التغيير والقوى الاساسيه في المنطقه العربيه جعل هنالك شعوب بدون قيادات بدون نخب بدون طلائع تقودها وتؤطرها هنالك عمليه تفكيك للمنظمات للاحزاب للمجتمع الاهلي فبات المجتمع عاريا امام الدوله وكلما حاول ان يتحرك تصفعه وتوجه له آلة قمعها بدل أن توجهها في الحقيقة إلى العدالة الحقيقية ولذلك اليوم يعني رغم ذلك رغم أقول رغم ذلك يعني كنا نتوقع وننتظر من الدول العربيه ومن النظام العربي ان يقف الموقف بالحد الادنى، لم يطالبه احد لا بالقتال ولا بالانخراط في مواجهه اسرائيل ولا ال... ولكن على الاقل بنصره هؤلاء الذين يذبحون في غزه، ي... ترتكب في حقهم المجازر، يرون النساء يجمعون الحشيش حتى يعني يطعموا ابنائهم، يرون الاف النازحين يعني في خيام في يعني تغرقها مياه الامطار ومياه الشتاء والبرد القارس وهم يتفرجون بل يحيون الحفلات زياد ويتلهون في تبديد الاموال والثروات التي يعتقدونها أنها ملك خاص يتصرفون بها باعتبارها ملكا خاصا في التبذير على السفهاء وعلى الساذجين وعلى التافهين ويقدموهم لنا كابطال، بينما المقاومه اليوم في الحقيقه تصنع تصنع ملحمه حقيقيه في قطاع غزه، والشعب الفلسطيني في قطاع غزه يصنع ملحمه حقيقيه بصموده وبمقاومته وبرفضه للتهجير حتى دفع العالم كله اليوم فعلا لا يجب أن نقلل من أي تحول في الموقف حتى الخطاب السياسة, السياسة جزء منها خطاب نعم. ولذلك لا مجال للتقليل من خطابات الخطابات الأمريكية ليس خطابات بايدن فقط الذي تحدث على ان الفظاعات التي ترتكب في غزه لا تق... يعني يعني ليست تجاوزت أه... الحد نعم تجاوزت كل الحدود ايضا انتوني بلينكن عندما زار تل ابيب لم ينجز فقط يعني لم يقاطع ندوه صحفيه مع بنيامين نتنياهو وانما تحدث على انه الولايات المتحده الامريكيه ترفض التهجير القسري ترفض يعني ال... الانتهاكات المتزايدة ترفض عملية رفح هذا كله تحولات إذا نعطفها على الموقف الغربي في عمومه أيضا الذي بدأ يتصاعد مطالبا بوقف الحرب فضلا على أيضا حتى الانزياح للمقاومة زياد اليوم رئيسة الحكومة الإيرلندية قالت أن حماس ستكون جزء من الحكومة القادمة لا. ستتفاوض وتكون جزء من الحكومة القادمة يعني كل هذا الزخم يعني يجب أن يستثمر من المناصرين للقضية الفلسطينية بأن يدفعوا به إلى أقصاه لأنه فعلا لا يمكن لهذا الكيان المارق أن يكون مقبول في نهاية المطاف وهو يرتكب مجازر ومذابح في حق الأطفال والنساء ويريد أن يهجر ناس من أراضيهم بعد أن هدم بيوتهم أكثر من يعني حوالي مليون ونصف أو اثنين مليون مهجرين في العراق هذا لا يقبله لا الضمير الانساني ولا حتى المجتمع الدولي حتى وان كان داعما لاسرائيل في نهايه المطاف سوف يجد حرج وسيعتبر ان هذه الممارسات التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي عبئا عليه وعبئا على يعني كل نظام سياسي يمكن ان يعتبر نفسه صديق لاسرائيل